بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا ناخذ اخر موضوع في الديسكريت تايم فورير ترانسفورم، هسميه رقم 3، هاخذ فيه مثال وانهي هذا الموضوع. المحاضرة الجاية هناخذ اللي هو الايجن فانكشن ووضعه. وانا قلت لك اكزامبل، قلت لك given، هذا السؤال جبته في الامتحان اكثر من مرة. given h of e of g omega بتساوي 1 للأوميجا بين أوميجا c أوميجا c plus minus وصفر else، يعني بهذا الشكل من ناقص أوميجا c لأوميجا c، هاد 1 هاد أوميجا هادي h of e of g أوميجا. قلت لك رقم 1 find أوجد h of n، رقم 2 طلبت منك أوجد، عندي الأوجد إنه system stable or not، رقم 3 أوجد الإنيرجي، رقم 4 your comments. Your comments، هدول المطلوب من هذا السؤال. رقم 1 h of n، h of n علشان أجيبه أنا، h of n اللي هو بيساوي حسب القانون 1 على 2 باي اللي هو inverse discrete time fourier ناقص باي لباي h of e of j omega، هاي القانون حكتبه في e plus j omega n d omega اللي هو بتساوي 1 على 2 باي تكامل والناقص باي لباي. تشوف ايجي اوميجا بتساوي 1 في اي بلس جي اوميجا ان دي اوميجا. لاحظ انه هذه معروفة من عند ناقص اوميجا سي لحد اوميجا سي، هذه انا بتساوي، هذه بتساوي 1 على 2 باي في اي اس بلس جي اوميجا ان على بفاض بالنسبة لدي أوميجا أنا، خلي بالك، فبطلع على هنا جي أن من ناقص أوميجا سي لحد أوميجا سي، تمام. فهذه عبارة عن، أو جيت أنا أحسبها هنا، هذه عبارة عن ما تساوي، هذه تساوي زي ما انا شايف هنا، هذه تساوي 1 على 2 باي، تمام، 1 على 2 باي. شوف ايش بدي اعمل انا هنا، بس بدي اطلع ايش الجي برا، وبدي يصير هذه اي اوف جي اوميجا سي ان ناقص اي اس ناقص جي اوميجا سي ان على مين؟ على الان. وبدي احط هذا، بدي اضرب هنا هذه، بدي اضرب هذه، هذه اضربها في اوميجا سي، حط الأوميجا سي هذه برا هان، تمام. والآن بدي الاثنين هذا دخلها جوا هان، اثنين والجي هدخلهن جوا هان، يبقى هذا خلصت منها. إذا بضل عندي هنا أوميجا سي على باي، هذا الجزء عبارة عن ساين أوميجا سي أن على أوميجا سي أن، هذا الجزء هيك عبارة عن ساين أوميجا سي أن على أوميجا سي، هذا بتساوي أوميجا سي على باي سينك أوميجا سي أن، لأنه الصاين أوميجا سي أن على أوميجا سي أن، أوميجا سي أن إكس على إكس اللي هي عبارة عن إيش؟ اللي هي السينك. إذا الجواب الإتش أوف أن بتساوي السينك، وأنتوا عارفين رسمة السينك، هاي رسمة السينك، هان هي إكس وهي سينك الإكس. الآن أنتم ملاحظين إنه الإكس عند أي قيمة في إكس من ناقص إنفينيتي ولا لبوستيف إنفينيتي، عند أي قيمة لأن أو لإكس إلها قيمة، إلها قيمة. إذا قيمها عطول تعطي إيش؟ تعطي قيم طول وقت، وبالتالي إحنا ما نخلصش بتقول إنفينيتي. رقم اثنين، رقم اثنين إنه أنا بدي، رقم اثنين انه انا بدي احسب اللي هو
بدي احسب اشوفها ستيبل ولا مش ستيبل. عشان احسب انها ستيبل او نوت، ستيبل اور نوت، ايش بدي اعمل؟ بقول سمشن تشوف اتش ان، اتش ان ابسولوت فاليو اتش ان على ان بتساوي نقص انفينيتي، لانفينيتي لازم تكون اقل من انفينيتي. فانا هنا عندي الابسولوت فاليو للسينك، سينك اوميجا سي ان على اوميجا سي ان على سينك على سينك اوميجا سي ان. عندي هنا باي، عندي هنا الباي، الباي الباي على على اوميجا سي، كل هذه اللي هي نفس الكميه اللي فاتت، اللي بتساوي السين اوميجا سي على باي في سينك الاوميجا سي ان. هذه من ان بتساوي نقص انفينيتي الانفينيتي على الان نقص انفينيتي الانفينيتي، هذه بتجوز الانفينيتي عند اي زمن ان اللي هذا قيمه، ويكون ظل الشو السيستم شغال نوت كون نوت كونفيرج. اذا السيستم ان ستيبل، ايش هي نوت كونفيرج؟ السيستم ايش ان ستيبل وهي ايش نوت كونفيرج زي ما احنا شايفينها. تمام، تمام. الآن نيجي على رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، في رقم ثلاثة إيش المطلوب؟ في رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، رقم ثلاثة المطلوب بده الإنيرجي. الإنيرجي حسبنا عن طريق البارسفال ثيورم، أنا ممكن أجيب هذا إكس ان ماجنتيود على ان ناقص انفينيتي لانفينيتي بتساوي 1 على 2 باي ناقص باي لباي اكس اوف اي اوف جي اوميجا ماجنتيود تربيع دي اوميجا. لاحظ انه هنا انا لو بدي احسبها عن طريق السينك عن طريق التايم دومين صعبه، فاحسبش احسبها عن طريق الفريكونسي دومين. ده الانير هو اعطاني كمان قيمه السيجنال او عند الفريكونسي دومين اللي هي من ناقص اوميجا سي لاوميجا سي، اعطاني هذه القيمه قديش؟ 1 دي اوميجا. هذه بتساوي اوميجا من ناقص اوميجا سي لاوميجا سي في 1 على 2 باي، وتساوي 2 اوميجا سي على 2 باي، وتساوي اوميجا سي على باي. هي هذه ايش؟ الانيرجي زي ما احنا شايفين، هي هذه الانيرجي زي ما احنا شايفين. الآن خلينا نشوف آخر يور كومنتس، آخر رقم أربعة يور كومنتس. إيش ماي كومنتس؟ ماي كومنتس كالتالي إخوان، أنتوا لاحظوا حاجة واحدة. الآن أنا عندي الإنيرجي هي بتساوي سمشن إكس أن تربيع أن ناقص الفيتم، هذه إيش؟ كونفيرج. هذه إلها قيمة اللي كانت بتساوي الإنيرجي اللي هي كانت بتساوي أوميجا سي على باي. بس اي بتساوي سمشن ابسولوت فاليو اكسس ان، هذه بتجوز لانفينيتي. اذا بستنتج انه ديسكريت تايم فورير ترانسفورم، يعني ديسكريت تايم يعني اني سيجنال، بقدر اقول اني سيجنال، اني سيجنال اكسس ان هاز ديسكريت تايم، هاز ديسكريت تايم اذا هي ايش؟ ابسولوتلي سمابل او سكويرد سمابل. اذا ابسولوتلي سمابل او has إذا كانت absolute summable أو squared summable. has discrete time Fourier transform إذا كانت squared summable أو absolutely summable. كمان رقم اثنين اللي بقدر أقوله إنه في هذه الملاحظة إنه كل signal each signal has absolutely summable إلها إيش؟ إلها squared summable. هاز إلها سكوير سمابل، بس العكس غير صحيح. أي سيجنال إلها سكوير سمابل مي أور مي نوت إلها إيش؟ أبسولوت لسمابل. يعني كل سيجنال إلها سكوير سمابل، ممكن أو ممكن لا، كلها كلها أبسولوت لسمابل. هدول اللي إيش تو كومنتس. هيك إحنا بنكون خلصنا المسائل. بس أنا بدي أوضح لكم حاجة، بدي اوضح لكم اشي هنا. يعني دائما زي ما قلت لكم انه اكسس ان في اكسس ان كونجيجيت هي عباره عن ماجنتيود للاكسس ان تاع
تربيع. يعني بنقول مثلا A زائد JB هي عبارة ضرب A ناقص JB هي عبارة عن ماجنتود A زائد JB ماجنتود. ممكن تعمل مثال على مثلا 2 زائد J 3 وتشوف ايش الحل. تمام هيك. طيب لو بدي انهي مثلا اعطي مثال، لو جبت لك سؤال في الامتحان وجبت لك سؤال في الامتحان وقلت لك مثلا على سبيل المثال هومورك، هذا خليه هومورك، حل لي قلت لك اكسس ان كونفولف اتشوس ان تساوي دلتا ان، هذا هومورك السؤال. تمام. قلت لك اكسس اي اوف جي اوميجا هو عبارة عن اكس اوف اي اوف جي اوميجا هو عبارة عن 1 زائد نص اي اس ناقد جي اوميجا على اي اس ناقص 2 جي اوميجا. قلت لك فايند اكسس ان، فايند اكسس ان، فايند اتش اس ان، فايند اتش اس ان بتساوي قديش. انا اعطيك هنت بس تحل فيها، حول هذه الكونفولوشن بتصير في الـ في الـ في الفريكوانسي دومين تصير اتش اي او جي اوميجا في اكس اوف اي او جي اوميجا ودلتا ان بتساوي قديش 1. هو بده مين؟ بده الاتش اوف ال. اذا بجيب الاتش فريكوانسي دومين بتساوي 1 على مين؟ على الاكس اوف اي اوف جي اوميجا اللي هي بشكل هذيك اي اس ناقص 2 جي اوميجا على 1 زائد نص اي اس ناقص جي اوميجا. الان انا بدي اجيب هذا اتش اس ان قديش بتساوي، هذا قديش اتش اس ان بتساوي. انت بتيجي تقول كل تمام 1 على 1 زائد نص اي اس ناقص جي اوميجا، السكريتر ترانسفور عباره عن نص ميو ان يو ان اس ان اللي كانت عندي هنا ايش؟ هنا هتطلع كان الجواب هنا في كان ناقص هذا نص هذا نص هنا في، اذا هذا ناقص ناقص تحولها لمين؟ ناقص ناقص، اذا هذا بتطلع ايش؟ هنا ناقص. تمام. هي بهذا الجزء الثاني. الان انا الان هنا لما انا عندي، انتم عارفين لما انا اذكركم لما نكون انا عندي هنا في الاكسس ان ايش الديسك تاعها؟ اكس اوف اي اوف جي اوميجا. طيب اكس اس ان ناقص ان نوت اكس اوف اي اوف جي اوميجا في اي ناقص جي اوميجا ان نوت، فهنا اعطاني اي اس ناقص جي اوميجا 2، فهنا لازم تكون عباره عن ايش؟ هنا الشفت في مين؟ شفت لمين؟ لا، اذا هذه اي اس ناقص جي 2 اوميجا على 1 ناقص ناقص نص اي اس ناقص جي اوميجا، الديسكريت ترانسفورم تاعها عباره عن ناقص نص ان ناقص 2 يو ان ناقص قديش 2. انا عندي شفت عباره عن ايش هنا؟ الان نوت هنا بتساوي 2، شفت الان نوت بتساوي ايش؟ 2. هيك بنكون احنا حلينا السؤال وبطل يكون السؤال هوم وورك بس تفهموه. والسلام عليكم.